ضلك كم مره قلت لك ما بقى بدي اشوفك عم ترسم؟ ماما انا بحب ارسم وشو بدك فيي؟ ما تعلي صوتك بوجهي، قوم اطلع لعب مع الولاد من عمرك. شو يا ابني؟ شو هالخبرية اللي عم تلهي امك اليوم؟ هل مش عم تلعب مع الاولاد وعم تقضيها بالرسم؟ انا بحب ارسم. بدك تترك لي الرسم. بدي روح شوف المدير بيعك وراي. تفضل. صباح الخير استاذ. اهلا وسهلا. كيفك؟ الحمد لله. انا بيو لطالب ربيع. تشرفنا. كيف حالك؟ كيف حضرتك؟ الحمد لله. تفضل ارتاح. ايه استاذ، بعتين وراي بخصوص ابن ربيع. نعم. شو عامل ربيع؟ هلا بيت وفصل السوق. لا لا استاذ روق شوي، استاذ روق شوي. بعت ورقة لحكي كان لابن ربيع لقال لي قد ايه هو متميز دراسيا، قد ايه عنده قوة خارقة، قوة عقلية خارقة كثير. هلا مؤخرا شاركوا بمسابقة رسم، ابنك ربيع مثل العادة تميز عن كل الطلاب طبعا وطلع الأول بالمسابقة. أنا بدي أطلب منك تكون عم تشجع ابنك وتدعمه بكل هالمراحل. وبخصوص أنه ابنك عم يضل عم يروح كثير على البيت، ما عم يروح لعب لا شغل ولا كسل ولا شيء. ابنك عم يروح على البيت لأنه عنده القدرة العقلية اللي عنده إياها بتتخطى نطاق صفه. يعني فيك تقول الاشياء اللي عم تنشرح بالصف هو بيعرفها وغيره ما حتى ما عم يفهم القصه، بس هيك حبيت اقول لك تكون انت عم تشجع ابنك تدعمه. يعني شكرا استاذ على الحكي الحلو، بس على فكره بعدني مزعل ولا ضيع يعني بعد خير معه. لا ما بيجوز، ما بيجوز استاذ، ما بيجوز. شكرا استاذ على كل حال. لك صح. ميرسي لبيت التعاون يا استاذ. لك صح. ليه خبيت الورقة يا حبيبي؟ ليه خبيت الورقة؟ طلعها رجلي. فكرة أنا مبسوط منها كثير، لأنه المدير قال إنه مرشح بأحلى رسمة بالمدارس ومبسوط منها. فكمل رسم وهي موهبة عندك حبيبي. أوكي؟ صمت مشروب. أجيك تبصم.